هجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغاتنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه بس بعد سن المعاش. حلوه تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم وكمان عمال تهزر لي؟ انت باين عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا قضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب عودي يا زينب عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت، على السلامة. أهلا 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 يا سعادة البيت. أهلا يا سعادة البيت، ده إيه النور ده كله يا سعادة البيت؟ أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا. هتستغربي ولا إيه؟ ورايا ورايا في كل حتة وإحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وإيه اللي أنتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل إيه أنا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرع حاجة مفيدة ليها فايدة، ارغم ملوخية، شوية بامية، مش طول نظر وشم. معاك حق، فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة. وأرجو أن تكون بخير وبعد. أزف لك هذا النبأ الهام فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا وأقوم الآن بالتصفية وسيتم بنا كل شيء خلال هذا الأسبوع وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريف.